مرحبا بكم، معكم فهيمة في حصة بنت البلاد. اليوم جيتكم بزوج وصفات اللي هما بطاطا بفليو والخبز تاع الحشيش. نروحوا للمقادير. عندنا بطاطا لازم تكون صغيرة من هذا النوع، هي اللي تجي تاع بطاطا بفليو تجي بنينة. عندنا الفليو، عندنا البيض تاع العرب، عندنا الدرسة الحرة، الدرسة الحلوة، الملح، وعندنا الثوم والعكري، وعندنا الزيت. نروحوا للخبز تاع الحشيش. عندنا سميد رطب، عندنا الشعير، شويه فرينه، عندنا نقطعوا المعدن والرقيق، عندنا البصل الرقبي رقيق، عندنا الكرافس رقيق، وعندنا القزبر رقيق، وعندنا الزعتره، وعندنا الخميره الكيميائيه وشويه تاع السكر باش نخمروا الخبز. نروحوا نبداو بطاطا الفليو. نجيبوا طنجره ودايما في الفخار نشعلوها. جيبوا شوية زيت، ما نديرولهاش السمن ولا خاش ماشي حاجة تاع الحام ولا تاع الدجاج ولا. نجيبوا الثوم تاعنا، نجيبوا مغرفة، نقليو الثوم تاعنا مع الدرسة الحلوة والحرة، هذه الحلوة كما قلت لكم فلفل الأحمر في الصيف نشريوه نقطعوه نفوروه نميكسيوه ونطيبوه. احنا في بلادنا نطيبوه على العام، يسمى نكونسوميوه على العام اوليو العكري ولي بخوجوي هذوك اللي فيهم لي بخوجوي شيميك، احنا نكونسوميو هذايا. نديرو شوية الحر، تقلية تجي وحدها حمرا، ها نزيد غير شوية عكري. والعكري حتى يتقلى هذايا باش ما ينحرقلناش العكري، غير شوية الحر هذا ما نسحقوهمش. وانا البطاطا تاعي نقليها مع التقليه هذه قبل ما نمرق، ندير لها شويه ملح ونقلي البطاطا تاعي تتجمر شويه في هذا المرقه. ها هي البطاطا تاعي، نديرها هكا. وهذه البطاطا الصغيره هذه بنينه تجي وطريه، هذه البطاطا الصغيره ما غير التعب كي تنقيها، مي معليش مي جو تدي نتيجه مليحه، ومام صحة بنادم هذه خير من الاخرى معمره لي زيب غيد. ها كي تتقلى مليح نزيدو لها شويه ماء، ندير لها قبل شويه ملح، هاي تتقلى. مام العكري تاعي ها وما نحرقش، خاش كان ينحرق العكري تجي لاصوص كحله. ندير لها شويه ملح دوكا خاطش الملح يديغورجي دوك يخرج لها كامل الماء اللي فيها. مرق انيفو دائما مرق انيفو. كوبي هاي تقلات البطاطا تاعنا حتى تتقلى مليح، واحد 5 مينوت هكاك 8 مينوت. دوكا نزيدو لها الماء، والماء دائما سخون. ها نزيدو لها الماء كوتي، ها هي انيفو. اذا خصنا من بعد معليش كي نزيدو نغطو عليها هكا، نشل المغرفه تاعي نغطو عليها، وبعد كي طيب لنا باش نرمو الفليو ونرمو البيض تاعنا. نروحو للخبز، نحي هادو خاش ما نسحقهمش. هادو خلاص ما نسحقهمش، الملح خلو غير الحاجات اللي نسحقوهم، ما منسهلو على روحنا الخدمة. نجيب الجبينة تاعي. الخبز تاع الحشيش انا نحب نخلط له سميدة رقيقة،
الشعير؟ شوية فرينة والحشيش تاعي انا نديرو دوكا. سلق مقطع دقيق، معدنوس، القزبر، والبصل الرقبي تاعي. ديرلو شويه زعتره، الزعتره تاعي راهي فخي. تنجمو ديروا له اوراق واحد اخرين اللي تحبوهم، كيما لا لافوند، كيما الغوماغ، لا كلين، مام الزحتر، تيمرسات، هذو كامل نجمو نديروهم في الخبز. جيبوا زيت زيتون، ديروا 3 مغارف زيت زيتون، واللي ما يحبش زيت زيتون يدير زيت نورمال. هاي الزوج، نزيدو لازم الماء يكون دافي، خاطش اذا كان سخون راح يحرق لنا الخميرة تاعنا. عندنا في الكيلو تاع هكا، كيلو تاع سميد ولا فارينة ولا شعير ولا، عندنا 20 غرام في الصيف نجمو نديرو 20 غرام تاع الخميرة لخاتش سخانة، مي في الشتا نجمو نلحقو حتى 30 غرام. ندير مغرفة، نديرو لها شوية تاع السكر باش يعاونها تخمر بيه فيه، خاطش الخمارة سي دي باكتيري، ولي باكتيري مع الحلو يتكاثرو بيه فيه، سي بوغ سا حنا نديرولها السكر. خلطوها، وانا ما نديرش الملح مع الاول، انا دايما ندير الملح تاعي في العجين، خاطش الملح والخمارة ما يتلاقاوش. نبدا نخلط، هاي الخمارة تاعي، نمسح بلوندو طرافاي تاعي، نعجنها فوق طاولة العمل، وميمتون بطاطا فليو تاعي راهي طيب. وانا عندي طريقة سهلة باش نخمر الخبز تاعي، ندير كاسرونة فيها الماء ونغطيها، وبعد لازم هي نورمالمون في ليتوف، مي في ديورنا حنا ما عندناش ليتوف، سواء تحت الكويزينيا كاين ايتوف هكايا صغير، الكاسرونة تاعكم دخلوها داخل الكويزينيا، جست دخلوها تحت الكويزينيا نحو الغطيوة وديروا الخبز تاعكم يخمر، كي يخمر في لافابور ثم يخمر ويجي ثانيك الكروكون تاعو هذاك الفوقاني ماشي يابس بزاف. نخلط، ريحة زيت الزيتون، ريحة الحشيش، تجي شابة في هذا الخبز.
انا هنا خصني الماء زيد شويه. هاهن نحي كامل هذيك الخميره اللي خليتها هنايا، وبعد نعجن الخبز تاعي. أو يشرب في الماء، دوكي نعركو يشرب كامل هذا الماء. مامي إذا كان شوية جاري ما عندك حاجة، يتعرك يشرب بالماء. نخلطو كامل مليح. يكون شويه يابس ماشي جاري بزاف، وبعد نزيد الماء بالعقل. قالوش بزاف. نزيد غير شويه ماء. هاي تلاقي ملي بقى نعركو واحد دي مينوت. ها الايام هادو والماء تاعي راهو سخن كيما قلت لكم، نخمرو به بقى ثم الخبز تاعي يخمر لي، واذا شفناها مخصوصه شويه ما معليش نزيدو لها. قد ما نعركوه نديفلوبيو الغلو تاع هذاك تاع الخبز، يجينا الخبز خفيف. دي بريفيرونس الماء يكون دافي. جيب شويه ماء. ندخل لها الماء. باش نعرفوا الخبز تاعنا اسكو عركناه مليح، اسكو راح يخمل لك مليح. حكمو موس كي يشوفوا هذو الفقاعات هذويا، هذو لي بول هنايا، هذو الدوائرات هنا، كاين بزاف معناتها الخبز تاعنا تعرك مليح وراح يخمر مليح. وكندوروه خليوه يخمر. تجيب سلاطيا، نجيبو سلاطيا نديرو له شويه غي شويه زيت على الجلافات تاعنا. شويه زيت هكا باش ما تلصقش بزاف من تحت. نديرو لافات تاعنا، نديرو بابي فيل. دوكا ندخلو العجينه تاع الخبز تاعنا هنا فيسك، انا مازال ما شعلتوش، وكيما قلت لكم دوك نوريلكم كيفاش ندير. ناخذ هذا الماء اللي خليناه يسخن، لازم يسخن مليح حتى يغلي. هاي وين نفتحو، هاي كي نجيبو هنا دوكا تيك هنا هذيك لا فابور تخلي الخبز تاعنا يخمر، والبطاطا تاعنا راهي طيب. مالا نخلو الخبز تاعنا يخمر والبطاطا طيب، ونتلاقاو بعد الفاصل. ولينا ليكم العجينه تاعنا راهي خمرت، والبطاطا ما قعدلهاش بزاف، دوك نرمي لها الفليو
والعظمات. احنا انا العجينه تاعي بوكاتي كندير لها كويرات، هاي خمرت نحيها من الصلاديه. هاي ما لصقت لي موال. هاي خمرت دير هادي بولات هكا، خليهم يريحوا شويه. نرمي الفليو تاعي، اللي حب فليو بزاف يرمي بزاف، اللي حب شويه يدير شويه. انا نحب حتى طيب البطاطا باش الفليو تاعي يقعد هكا اخضر. نغلو غير شوية، نفقس البيض تاعي. أنا ما عنديش كمية كبيرة، يسمى نسحق غير زوج حبات وتجي شباب البيض عرب. هاي واحدة، هاي زوج، هادو يكفون. ديرهم غير شوية ملح باش ميجو سامطين. خلطهم غير شويه هكا نكسر الصفر ماشي بزاف، نرميهم فوق الفيديو هكا. غير هكا نخليها طيب واحد زوج دقائق، جاد ما يطيبوا العظمه تنطفي لها. وهكا يا الفليو تاعي يقعد خضر ما يكحلش. ها في هذا الوقت نجبد البلاطو تاع الفوق، ندير الزيت نديرها هكا، نمسحها غير هكا باش ما يجينيش بزاف الزيت في غير هكا. مام الزيت الزايده اذا كانت يمسحها لي البابي. نجيب الخبز تاعي والاشكال اللي حبيتوها ديروها في هذا الخبز. درت لكم هذا الشكل، كاين بزاف بزاف اشكال للخبز. انا ندير لكم اليوم شويه، والمره الجايه ان شاء الله نوعدكم نزيد ندير لكم اشكال واحده اخرى. دي باغيت وهذه خليها كيما راهي. ها نحكم موس دي باغيت التوالي، ديرهم هكا. هذه اسمها هكا، دوكا هي كي تخمر تترتق. نجيب مقص، هو خبز سامبل وانا نحب ننوع فيه هكا، مام لي ياكلوه يعجبهم. انا خليت هنا شويه شعير يروح فوق الخبز تاعي، والشعير مليح
سخته مع زيت الزيتون، دوكا الخبز تاعي نخليه يخمر لا تخوازيام فوا تاعو، خمر الاولى وخمر الزوجه هنايا يا ربي زوج دقائق ثلاثه، دوكا نخليه يخمر ونوفغنيه مده واحد 15 دقيقه في الفوق في حراره تاع 200 220 درجه، ونولو لكم في طبق التقديم ان شاء الله. الطبق تاعنا راهم واجدين، اللي هما بطاطا بفليو ونجمو نزيدو لها من فوق كي نسقيوها زيت الزيتون هكايا، والخبز تاع الحشيش تاعنا راهو واجد ثاني. ان شاء الله الاطباق تاعنا يكونوا عجبوكم، ونوعدكم في المره القادمه نديكم اطباق ما خير ان شاء الله. تهلاو في روحتكم وسلام.